كل تحية لحضراتكم من معقل النادي الأهلي في الجزيرة، وعقب اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته العادية اليوم السبت 1 يونيو، لناقش فيها عدد كبير من الموضوعات المتعلقة الحقيقة بالنشاط الرياضي والنشاط الاجتماعي في النادي، بالإضافة إلى تعرضه لموقف اتحاد كرة القدم من الحقيقة قرارات النادي الأهلي ومجلس إدارته المتعلقة بإتمام مباريات الدوري قبل كأس الأمم الإفريقية، والقرارات أو الطلبات العادلة التي طلبها النادي الأهلي وتضامنت معه مجموعة كبيرة من الأندية. خلوني أقول لحضراتكم أنه حتى اللحظة لم يصل إلى النادي الأهلي رد من اتحاد كرة القدم بشأن هذه القرارات، وبناء عليه ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب في جلسته السبت 1 يونيو الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدوري، وذلك في ضوء قرارات المجلس السابقة والتي تم اتخاذها في اجتماعه الطارئ والذي جرى يوم الجمعة والموافق 25/5/2019، وقد تم إخطار اتحاد الكرة بها رسميا في اليوم التالي. وقام المجلس اليوم بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي، واعتبر المجلس جلسته مفتوحة لاجتماع آخر. في هذه الجلسة أيضا كانت هناك مجموعة أخرى من القرارات، حيث تمت الموافقة على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض بإدارة شؤون الكرة، تم الموافقة من قبل المجلس بالإجماع على قراره الخاص بتعيين لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم بشكل عام برئاسة الكابتن طه اسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد الأمين أو الكابتن خالد بيبو، فتمت الموافقة على هذا القرار واعتماده. أيضا تم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ إبراهيم الكفراوي وتضم في عضويتها الدكتور أو الأستاذ محمد الضماطي والدكتور مهند مجدي طبقا للأقدمية يعني وللسن. هذه اللجنة ستقوم بوضع تصور لتطوير النشاط الرياضي بشكل كبير في كل اللعبات التي يتم ممارستها داخل النادي الأهلي. أيضا تم تشكيل إدارة لاكتشاف المواهب في النشاط الرياضي في لعبات جمعية 3، الحقيقة ما نسميه ألعاب الصالات واللي بتشغل جمهور النادي الأهلي، واللي النادي الأهلي محقق الحقيقة في معظمها إنجازات كبيرة، فتم تشكيل لجنة لاكتشاف هذه المواهب، وكل في الكابتن رؤوف عبد القادر بترشيح الأسماء التي ستكون معنية بالتفتيش عن المواهب في كرة السلة، كرة اليد، والكرة الطائرة في كل ربوع مصر الحقيقة. ودي نقطة مهمة الحقيقة، أعتقد أنها تنقل النادي الأهلي والنشاط الرياضي خصوصا اللعبات الجمعية 3، الطائرة والسلة واليد، نقلة كبيرة. تم في هذه الجلسة أيضا تفويض الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو المجلس لتمثيل النادي الأهلي في اجتماع الجمعية العامة أو الجمعية العمومية لاتحاد السباحة المقرر انعقادها يوم 15/6/2019، كما تم أيضا تفويض الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة بتمثيل النادي الأهلي في لحضور الاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش 30/6 بإذن الله. هذه يعني مجموعة من أبرز القرارات، في قرارات تانية الحقيقة خاصة بنشاط اجتماعي وخدمي بالنادي سنعلن عنها على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لكن دي أبرز القرارات اللي تم اتخاذها في جلسة اليوم زي ما قلنا لحضراتكم. والجلسة مفتوحة بحيث أن يتم الدعوة في أي وقت لانعقاد آخر لبحث ما يستجد من أعمال. بشكر حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، ودائما أبدا ندعو الله أن يحفظ مصر الغالية وأن يبقى النادي الأهلي في المقدمة.